مع استمرار استهدافات الاحتلال التركي على البنى التحتية والمؤسسات المدنية في شمال وشرقي سوريا، ندد متظاهرون في السويداء جنوبي البلاد بالمجازر التي ترتكبها طائرات الاحتلال التركي ضد المدنيين هناك، مؤكدين تضامنهم المطلق مع أهالي المنطقة وذوي الضحايا. المحتجون أعربوا عن تعازيهم لذوي الضحايا الذين قضوا بقصف الاحتلال التركي من المدنيين وقوى الأمن الداخلي، وطالبوا الجهات الدولية بالتدخل وإبداء موقف حازم حيال ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناطق شمال وشرقي سوريا. نوجه التحية لأهلنا بشمال شرق سوريا. طبعا نستنكر كل الاعتداءات التي تقوم فيها تركيا على أهلنا، وخاصة الاعتداءات التي قامت فيها طائرات مسيرة على معمل البناء وراح نتيجتها ضحايا مدنية، وكما نستند هجمات التي حصلت في الحسكي أيضا طائرات مسيرة على منطقة المشرفين. كما أكد المتظاهرون على عراقة شعوب شمال وشرقي سوريا التي تتعرض للإبادة من قبل الاحتلال التركي، مستنكرين الصمت الدولي إزاء تلك الهجمات التي قالوا إنها تهدف إلى تهجير سكان تلك المناطق وتغيير ديمغرافيتها وخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار والأمن فيها. الأقل الشعب الكردي شعب حضاري وشعب ذو تاريخ ناصع، والشعب والسلطة، هذه السلطة العثمانية هذه الوسخة ما بتطيق حدا حواليها ناس راقي يبدو. فأنا من 30 سنة كنت ساكن مع بركن الدين مع الأكراد، أطيب شعب وأنبل شعب، وهذولي هبالي من قنجي، هبالي من قنجي، هذولي حبايب قلبي، فهني شعب راقي وشعب حضاري، والناس كلها بتحاربهم، بس الله ينصرهم، الله ينصرهم. الله حياك. ونحن بنستنكر الاعتداءات اللي صارت بمنطقة تل حبش، منطقة عمودة اللي كثير أصدقاء فيها، وفي عندنا منطقة جل الآغا عم تضربهم تركيا بالمسيرات. هذه الدولة المجرمة، هذه الدولة المجرمة، هذا شعب يستحق الحضارة. ويواصل الاحتلال التركي منذ الرابع من الشهر الجاري استهداف البنى التحتية الحيوية والمؤسسات المدنية في شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى خروج معظم محطات المياه والكهرباء عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي عن ملايين السكان، بالإضافة لوقوع عشرات الضحايا من المدنيين وقوى الأمن الداخلي.